أمي طولوا كثير، ليش ما جابوهم لهلا؟ هلا بيجيبون أمي. على كل حال احنا ما لنا رايحين لحتى نشوفهم. أهلين أهلين أمي، اشتقت لكم عمي بوسيلة. درويش منيح اللي جيتوا، اشتقت لكم كثير أنا. شلونك مدريه؟ بردي شلونك أنت، شو أخبارك؟ منيح يمكن منيح، والله ما بعرف شلونكم أنتوا. وينو زكي، ليش ما أجا معك؟ زكي؟ زكي عند خالته. شو أخذ زكي هلا لعند خالته؟ عند خالته تحت. شو عم تحكي انت يا درويش؟ انا هلا ما عم بمزح معك، وينو زكي؟ يو علينا، ليش هيك ما عم تصدقيني بدريه؟ عم اقول لك عند خالته تحت. لك ابني زكي ما عنده خالات، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ بعدين احنا طالبينكم انتوا اثنين، ليش ما اجى معك؟ صهرك شيلي ايدك منه، مو تمام التمام، شو هالكبه؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ حاجه بقى، قلنا وينه؟ تحت بالابو، حطوه بالمنفرده. ولي على قامتي؟ ولا شو المنفردة؟ ليش شو عامل؟ صاير عم يعمل مشاكل لأنه عاقبوه وزتوه تحت. على فكرة هو اللي ضربه لطيفور. ها معناها أنت أكيد عامل لك شي فتاشة ملأزاء بظهره لحتى حطوه بالمنفردة. خرز من البدرية، لو ما كنت بالسجن هون كنت أدحتك كف وستيتك برات السجن، فهمتي؟ أنا أخلاقي حميدة، سألي الشرطة عني. أمي يعني ما رح نقدر نشوفه لزكي هلا؟ مستحيل يا أمي، لا تعذبوا حالكم، لأنه لبين ما يطالعوه من الأبو بدهن للمساء. طيب مبين أمي رح تخلص الزيارة، يلا بدنا نمشي نحن. خذ تقبرني، هي الأكلات. يسلم والإيدين. والله خفت عليكم ولا تموتوا من جوعكم. يلا أمي خاطرك. الله معك، مع السلامة. صحيح تذكرت، المعلم طيفور بكرة بده يسقط حقه. حلو، خلصت الزيارة. جايين أخي جايين. خاطرك أمي، سلم لي على زكي تقبرني. الله يسلمك، تيسروا. درويش تقبرني إن شاء الله. طعمي معك زكي، مو تاكل ولا حالك. خلص ولا يهمك بدي، يلا طلعي خلصيني. خاطرك. جبل آدم وجبل حواء وجبل هاي، ألوش من طلبة السمراء يا زكي. لك من يا زكي بلا بطيخ، خلا بيرزعونا على المنفردة أنت التاني. شرف صاحبك. سواد هدول شوية أكل جابت لنا ياهم أم درويش وبدريه. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي، عن مزح لك. بدونا ما سألتك عني. امبلا سألتني عنك، قلت لها أخذوه لتحت عن منفردة لأنه مشاغب وأخلاقه مو تمام. ولك أخص علي، أخص علي، أنت من يوم يومك ما بيتسبب بهر، فيك واحد نمام. أنا؟ إيه أنت، يعني ضروري لو تسوي هاي اللوحة قدام بدريه. شو بدك يعني أعمل؟ يعني بدك يعني أكذب؟ لك احكي يا سي، هلا بطلت تعرف تكذب انت الثاني. شوف من يوم رايح لا تحكي معي ولا بحكي معك، انا بنوم كل المشاكل من تحت راسك. خلص يا عمري انت ويا شو بكون؟ يعني ضاعت ولقيناها وما في داعي توصل بيناتكم للشيطان الرجيم، انتوا رفقانك شو بكون؟ ما شفتها شلون سوى سمعتي قدام مرتي وقدام حماتي. شوف زكي يظهر انت المنفرده ما ادبتك، انا قايم نادي للشرطي خليني رجعك لهني. لك لا لا يا شرطية، دخيلك بوسيدك. خلاص تومي ما عاد عيدة. ماشي الحال يا زكي، أنا بأرجيك. طول بالك يا عمري، خلاص أنا بكفلو. تكفلو؟ إيه. حط إيدك على شواربك. ها رضيت؟ ماشي الحال. أكيد أكيد ماشي الحال. يا أخي تاني الخوف بخوف، أوعكن أوعى حدا يغلط معي غير بالمنفردة ما بقعده. أنا وإنتي يا سمراء والحب مدري وين صرنا وطار، حلمي فستقي ولك رأيت الدنيا ساعة ونحنا عقربين تاكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. لك شو بكم يا شباب؟ قلت لكم خلص بكره انا طالع من السجن ورايح لعند طيفور بيك، استسمحوا لي رجعكم على الشغل؟ لا اوعك سليم، ها نحن ما بقينا نشتغل مع طيفور نهائيا. ليش لحتى ما نشتغل مع طيفور نهائيا؟ لك اخي قليل اللي سوا فينا، ما شفت نزعنا مستقبلنا يا اخي. شلون يعني انت نزع مستقبلنا؟ لك مو فوتنا على السجن، صرنا خريجين حبوس ما عاد حدا يشغلنا. كمل ابو السلم كمل. عن جد عم تحكي امي؟ ايه امي عن جد هذا اللي صار. ايه وشو قلتي له انتي؟ قلت له اتركني فكر، بس بيني وبينك امي انا يعني حابة اخذ رأيك، شو رأيك انتي؟ هلأ امي بعد ما ضيعتي عمري؟ بالعكس يا امي هلأ احسن لانه انتو صرتوا كبار. ايه امي بس طيفور متجوز حماتي.
شو علي يا بنتي؟ يعني حماتك الأولانية وأنا الثانية؟ صراحة أمي أنا هذا الموضوع ما عم يفوت براسي، وبيني وبينك بلش يسكر عداد مخي. بدكم مني شي سيدي؟ أنا رايح. لا ما عاد بدنا شي، نحن اليوم بنطالعهم بعد ما ناخذ اليوم تصاريح. شكرا سيدي. الله السلام الله. عليكم. مع السلامة. الو مين؟ لحظه لشوف اذا هون ولا لا. امي انت هون؟ يو وين بدي اكون لك؟ مين؟ المعلم طيفور على التليفون. معلم طيفور؟ طولي بالك. الو معلم طيفور؟ اهلين، كيف صحتك؟ ولك اشتقت لك يا روحي، دخيل الصوت الناعم اللي انعم من متور المازوت. صورتك ما عم تفارق خيالي، بفتح الطبون بشوفك قدامي، بصلح البواجي وبفكفكها بتطلع ايدي من الكهرباء من بين البواجي. ان شاء الله ان شاء الله. لك شو غيرت رايك مدرويش؟ اه لا يو شو غيرت رايي؟ بس يعني هلا قصدي يعني هلا مو وقت هالحكي. ايه نحكي بعدين. خلص نحكي بعدين. بدي اسالك شو صار بشو اسمه بابني درويش وصهري زكي؟ ليش ما وصلوا لهلا؟ انا كرمال عيونك الحلوه رحت بنفسي وطالعتهم. ان شاء الله بنرد لك اياها بالافراح يا رب. بيرجع رجعوا طاقة عينيهم. اوها بترماني، اوها عم دولفاني، اوها حلفنا ما نطفى، اوها اجي زكي بالسلامة. حاجتك بقى مبسوط بحالك، حاجة زغرتوله وتهيسوله، ما هو اصل البلا كله. انا اصل البلا كله؟ لك كل المشاكل اصلا من تحت راسه هو. انا ولا زكي؟ ليش مين اللي ضربه للمعلم طيفور على راسه؟ لك انا صحيح انا اللي ضربته على راسه، بس ضربته عن غير سبق اصرار وتعمد هديك. سمعتي امي؟ كله من تحت راس ابنك درويش. ايه اصلا انتو المجاري جاريه من تحت راسكم وما بتعرفوا شيء. اسكت، اصلا كشفت على حقيقتك، كلهم صاروا يعرفوك، وفسات حماتي كمان على علاته، فسد علي وخلاهم يحطوني بالمنفرده مع الفيران. هيك طلع معك يا ابو الزيه؟ طيب ماشي الحال، انا راح احكي كل شيء، وخلي الامور تتلخبط فوق بعض البعض، وهيك بتكون براقش جنت على نفسها. اسمعيني منيح يا بدريه، وانت كمان يا ام درويش، اسمعوني كلكم وفتحوا اذنيكم، كل المشكله اللي صارت من شانك انت يا بدريه. مشاني انا؟ ايه من شان جوزك المحترم يتلصلص على النسوان بالكراج. لك يا عيب الشوم عليك، وحده مره ماشيه لحالها بالكراج شو بدك فيها؟ لك قليل ادب جوزك. ايه كل الناس اللي كانوا بالكراج شافوه ما عدا المعلم طيفور، كان عم يشرب شاي. ايه سكوت ولا حرف لا تحكي، يخرب بيتك. وكانت الحب والمغازله واللصلصه شغاله لابو موزه، والمبادله 100%. انا ولك ابو الدراويش؟ رجاء ولا زكي لا تقطعني لحتى اخلص كلامي. ها لك بدوره حبيبتي لا تصدق الحكي، هذا الشيء ما صار بنوب. حماتي الله وكيلك، الله وكيلك، كذب بكذب. كمل اخي شو صار كمان؟ انا شفت هالشوفه وصار العرق يزرب من عرائيط ادنيي، يخرب بيته. لك مرارتي تقطعت وتهتكت اعصابي وصرت اجهش بالبكى، ابكي واجهش. شو جهشت جهشان؟ وليش اخي؟ لك شلون ليش؟ شلون ليش؟
واحد عم يشوف بيت اخته عم ينخرب من جميع اركانه، ومن مين؟ من اقرب الناس له. اخ يا زكي، كسرت لي ظهري، بس ولا يهمك يا بدريه، انا وصلت بالوقت المناسب لحتى امنع هالكارثه من انه تصير. ومن هون نشبت الخلافات بيني وبين زكي، وهذا اللي صار بالحرف الواحد يا اختي المقدوره. لك اخ شو الواحد بده يحكي؟ اتفي عليك واحد ما بتستحي. لك يا عيب شو مالك؟ عم تبصبص على النسوان وانا قاعده هون كلانه يمك. لك لا تصدق الحكي، كله كذب بكذب ماكل الصار. اخي درويش ما بيكذب ما بيكذب. حماتي حماتي الله يسترك فهمية، فأنا بشرح لك كل شيء صار بالتفصيل. روح قال يا مأمنة بالرجال مثل المي بالغربال، انتو رجال ما بتقصروا إذا صح لكم شيء. لك أنا الحق علي، أنا الحق علي اللي بنتي تجوزك. حماتي ماشي أنا كذاب وأكبر كذاب، طيب المعلم طيفور ما بيكذب، روحي اسألي إلي شو صار. روح يا أنا ما دخلني، تصفي ممكن إله. ولا درويش ولا درويش عليك عملت عليك عملت. في عليك الله لا يوفق، نزعت لي فرحتي من الليلة السعيدة، ليلة سعيدة. مية أنا بياع الحليب، يعني مين بدي يكون أنا زكي؟ افتحي الباب. مين زكي؟ هلا افتحي الباب بلا تلسة، بدي فوت نام. ما بدي افتح لك ولا بدي اياك. طيب خليني افتحي لي أنت أول شي الباب لحتى أثبت لك براءتي. قلت لك ما بدي افتح لك وما بدي اياك وما بدي اسمع براءتك. طيب وين بدي نام انا؟ ما دخلني، وين ما بدك تنام نام، بتنام بالصالون بتنام بالحمام، مو شغلتي هي. شو صار شو صار؟ ما في شيء، بسيطة بسيطة، خير ما في شيء، قايم اشرب تفركشت. ايه طيب فيقني انا بروح بجيب لك المي. معلش معلش نامي نامي انت، الواحد وقت في ما بيعود بيشوف منيح بتعمش عيونه. ارتاحي نامي. الو ايوه ايه انا ام درويش. مرحبا بست الحبايب، يهنيك بسلامتهم روحي، انا كرمالك اسقطت حقي عنهم. ابن الست المحترمه ما سقط الحق عنهم. لك انا روحي فداكي، قولي لي شو صار معك؟ ان شاء الله فكرتي. خلص طالما موافقه مشي الحال، اتركي الباقي علي.
درويش انت لا تاكلي همه، تركي لي يا الي. طيب كمان مو غلط، حاولي معه انت، حاولي. ماشي، مع الف سلامه، تصبحي على خير يا روح. باي باي. وقع العصفور بالفخ.